يستدل بقول الله عز وجل: ليعلم الله من يخافه بالغيب. قال هذه في ذنوب الخلوات، لا شك أن ذنوب الخلوات يدخل في هذا، وقد قال به قلة كابن عطية رحمه الله، لكن معظم المفسرين كالطبري، وذكر ذلك ابن رجب في تفسيره، على أن الغيب هنا أنه خاف الله وهو لم ير الله ولم ير جنته ولم ير عقابه. وقالوا إنما هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك الحديث الآخر الذي في الصحيحين قال: كيف لو رأوني، كيف لو رأوا جنتي، كيف لو رأوا ناري. فلماذا نحصر أذهان الناس أو أذهان المتابعين على معنى واحد وهو خلاف ما عليه الأكثر؟ لا بأس أن أقول قد قال بعض المفسرين بكذا، وهناك تفسير آخر، حتى لا تربط الناس بفهم واحد أو بفهم معين.